وأنتم قومية تركمانية. تركيا هاي المرة مثلا دعمت السيد الحلبوسي ودعمت السيد الخنجار، وهم طقوا صور وطلعوا الصور واعترفوا أنه دعم. أنتم ولد عمهم، ما حد التفت عليكم هالمرة، ايش عجب هسه؟ والله عماد ولد عمه طلعوا الفرس، انت ولد عمك الاكراد، انا مثل انا الي الله. لا لا دكتور نجم، ما شاء الله نجم، انتوا ابن ولد عمكم، ولد عمكم اليهود دكتور نجم. انا اليهود، انتوا اليهود اولاد عمومه. شلون يا ابا هاي هاي جديده هاي مال اليهود شلون؟ ها هاي ارجع لها، انتوا انتوا العرب واليهود اولاد عمومه. لا احنا عرب ونفتخر بعروبتنا، ومن يمس عروبتنا ذاك على راسي. اي لا نحن على راسي، طالما اليهود يغتصبون فلسطين خلي اخطاء، فكل اليهود خلي ادخل بين العرب والسامين. سامين اي استاذ ارشد خلوني ادخل انا بيناتكم يابا. اي نترك الجدل التاريخي، بس انتوا احنا نجم ما شاء الله امتدادكم امتداد عربي الى نجد، الحجاز الى اليمن، يعني امتداد موجود، واحنا ما نخفي امتدادنا ايضا موجود الى الدول التركيه والى قومياتنا التركيه. انا اتشرف بهويتك العراقيه كمكون، وانما مصدر قوه للجميع. انت لكن ومكونك لكن وقوميتك على راسي، انا انظر لك اولا كعراقي، وانا اتشرف بكم. اشكرك اشكرك، اكيد انتم ملاكراد وكل اخوتنا العراقيين. اكيد احنا أكيد أكيد كل المكونات التي تدعي بالوطنية يجب أن تعكسها على أرض الواقع. نعم. وتدعي بالوطنية بأرض الواقع. في هذه القضية بالذات أنا ما أختلف، تركيا عندما حاولت تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف السنية المختلفة، لكن في نفس الوقت كان يلتقي أيضا مع القيادات الشيعية لتقريب وجهات النظر، وكان ينصح أيضا الكرد في أن يتمكنوا من الالتئام. النظرة التركية للعراق أنه ما تكون حكومة ضعيفة، تركيا تريد حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإرهابية اللي تأثر على أمن القومي، حكومة قوية ما تريد نازحين مثل السوريين يجون إلى تركيا، حكومة قوية تستطيع السيطرة على وحدة العراق الجغرافية. ولذلك عندما التقى مع القيادات السنية مع السيد الحلبوسي والخنجر، سابقا كان أكو هنالك اختلاف في وجهات النظر. أما بالنسبة لنا نعم، أيضا يأكد لنا الجانب التركي في خلال لقاءاتنا، احنا نلتقي مع الجميع، أنه حاولوا تشكلون حكومة قوية وتكونون ممثلين فيها، لكن ضمن الوطن العراقي. يعني المشاريع التي في بعض الأحيان قد يصدر منها يعني في حالة استفزاز أو شيء من هذا القبيل، أنه أيضا التركمان أيضا عنده وجهة نظر أخرى قد تؤثر على الوحدة العراقية، احنا نشوف الجانب التركي ما تقبل هذا الشيء، وتنصح أيضا بأن نكون جزء من البلد العراقي اللي هي بلدنا. لذلك باعتقادي تقريب وجهات النظر كانت عنصر جيد. النائب عن الجبهة التركمانية الأستاذ أرشد الصالحي، شكرا جزيلا لك من بغداد. الأخ والأستاذ الصديق نجم. عيني الله يسلم عينك. أنتوا ترجعون على النبي إسماعيل واليهود يرجعون على إسحاق. إسحاق وإسماعيل أخوة. يعني مو فد شيء، مو فد شيء يعني. وبعدين اليهود غير، اليهود ديانة يعني قومية موجودة. خلاص يعني الوقت، أنا كنت أتمنى لأنه هذا الموضوع يقودنا إلى سجال تاريخي، لكن الوقت انتهى. لكن أكيد أنا أقول لك أولا إن شاء الله عجل. نحن عراقيين نتشرف بهويتنا العراقية وبمكوناتنا العراقية، الوطن يجمعنا، الوطن والوطن يجمعنا أحسن. وكل من أحسن يغتسب أرضا عراقية عربية هذا عدو خط أول، ولو كان معه من ملائكة السماء.